مساء الخير احبائي واعزائي، مع قناتكم قناه الملكه والامير. كشف قصه عجيبه، وكشف لنا احد اقارب الخواجه حسني الخنجري صاحب محل مسوغات ذهبيه الذي لقي حتفه مساء بعدما اقتلوا على يد احد اللصوص قبل سرقه مشغولات ذهبيه بمتجره وفر هاربا. إن الخواجة حسني كان يجلس بمتجره، ثم جاء شخص صباح أمس بحجة شراء مشغولات ذهبية كبيرة، وظل الشخص يختار مجموعة كبيرة من المشغولات المتنوعة وجنيات ذهب، ثم أخبره أنه سيكمل عملية الشراء مساء. وعاد الشخص في السابعة مساء ليكمل عملية الشراء الوهمية، وطلب من الخواجة أن يذهب العامل معه بالمحل لشراء علبة سجاير، وهي نوع غير متوافر بجواره. فذهب العامل لشراء السجاير، واستمر الشخص في اختيار المسوغات، وذهب الخواجة ليفتح الخزينة لاستكمال عرض المسوغات. فأسرع المجهول بالانهيال عليه بسلاح أبيض بطعنه عدة طعنات نافذة في الظهر والرقبة، وصلت إلى 7 طعنات واستكمال قريب الجواهرجي. أن الجاني قام بسرقة العديد من محتويات المحل، وخرج مسرعا هاربا، علما أن المحل في منطقة مزدحمة بالناس ولم يعترضوا أحد. وأضاف أن الشرطة توصلت للحقائق بعد تفريغ الكاميرات، حيث أن في مساء أمس نشر البعض في المنطقة أن الحادث سطو مسلح من ملثمين، ولكن بتفريغ الكاميرات تم التواصل للحقائق بشأن الجاني وهو يظهر في كاميرات المحل. وتابع أنه بعد عودة العامل للمحل فوجئ بوجود الخواجة حسني غارق في الدماء، وتم سرقة المسوغات الذهبية. فتم إبلاغ الشرطة التي تكثف التحقيقات للوصول إلى الجاني. بيان وزارة الداخلية. قالت وزارة الداخلية في بيان رسمي نشر قبل قليل: لا صحة جملة وتفصيلا لما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن صورة يظهر خلالها عدد 6 من الملثمين والإدعاء بارتكابهم واقعة سرقة أحد محال الصاغة بالقاهرة، وأن هذه الصورة المشارة إليها تعود لحادث سرقة أحد المحال التجارية بإحدى الدول الأجنبية عام 2021، وأن ذلك يأتي في إطار نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها. الأمن يضبط المتهم بقتل جواهرجي بولاق. نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في أقل من 24 ساعة بالقبض على المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا، وتم اقتياده في حراسة أمنية مشددة إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا للتحقيق معه وكشف ملابسات الحادث، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق. كشف أحد أقارب الخواجة حسني الخنجري صاحب محل مزوغات ذهبية الذي لقي حتفه مساء بعد ما اقتلوا على احد اللصوص قبل سرقة مشغولات ذهبية بمتجره وفر هاربا، ان الخواجة حسني كان يجلس بمتجره، ثم جاء شخص صباح امس بحجة شراء مشغولات ذهبية، وظل الشخص يختار مجموعة كبيرة من المشغولات المتنوعة وجنيات الذهب، ثم اخبره انه سيكمل عملية الشراء مساء. وعاد الشخص بالسابعة مساء ليكمل عملية الشراء الوهمية، وطلب من الخواجة ان يرسل العامل لشراء علبة السجاير، وهي نوع غير متوافر بجواره. فذهب العامل لشراء السجاير، واستمر الشخص في اختيار المسوغات، وذهب الخواجة ليفتح الخزينة لاستكمال عرض المسوغات، ولكن أسرع المجهول بالانهيال عليه بسلاح أبيض بطعنه عدة طعنات نافذة في الظهر والرقبة، وصلت ل7 طعنات. واستكمال قريب الجواهرجي أن الجاني قام بسرقة العديد من محتويات المحل، وخرج مسرعا هاربا، علما ان المحل في منطقة مزدحمة بالناس ولم يعترضوا احد. واضاف ان الشرطة وصلت للحقائق بعد تفريغ الكاميرات،
حيث أن بمساء أمس تشير أو نشر البعض من المنطقة أن الحادث سطو مسلح من الملثمين، ولكن بتبريغ الكاميرات تم التوصل للحقائق بشأن الجاني وهو يظهر في كاميرات المحل. وعاد العامل ولا وجد الخواجة حسني غارق في الدماء، وتم سرقة جميع المصوغات. والشيء المحزن بعد إزالته تمثال الأنبا أنطونيوس، الفنان جرجس جاولي يعبر عن حزنه: كنيستنا لا ترفض الفن وصناعة التمثال تكريما لمؤسس الرهبنة. عبر الفنان جرجس الجاولي الذي قام بنحت الأنبا تمثال الأنبا أنطونيوس وتم إزالته أمس عن حزنه لإزالة التمثال. وأوضح الفنان الجاولي قائلا: للتوضيح، هذا التمثال صنع تكريما لشخصية دينية ووطنية عظيمة كان لها تأثير كبير جدا على الحياة الدينية والرهبانية في مصر والعالم، وقمت بتنفيذه بطلب وإلحاح ومباركة من رئاسة دير الأنبا أنطونيوس ومتابعة على مدار عدة سنوات تكريما وتمجيدا للأنبا أنطونيوس الشخصية المصرية العظيمة. وتابع أنه من المحزن والمفاجئ اتخاذ هذا القرار وبطريقة تسيء للأنبا أنطونيوس وللكنيسة القبطية التي لا ستتعدى تستعدى الفن ولها أرث عظيم من الفن القبطي والأيقونات والألحان، وكان يمكن اتخاذ هذا القرار وعدم الشروع في عمل التمثال أو حتى فكه أو تخزينه وليس هدمه بطريقة مسيئة للشخصية والكنيسة التي لا ترفض الفن بل ترعاه. فنحن لا نعبد التماثيل بل نكرم شخصيات عظيمة يجب تكرمها بكل الوسائل. وقال النحات المصري انه قام بنحت التمثال منذ عامين ويتم الان تركيبه بدير الانبا أنطونيوس الاسر بالبحر الاحمر والذي يعد اقدم اديره العالم ومهد نشاتها. واوضح ان التمثال يوزن 2 طن من خامه الجي ار بي ويصل طوله 9 متر، والتمثال ياخذ شكل الشجره في اشاره الى امتداد الرهبنه عبر العصور وفي مختلف بلدان العالم. ونوه بأن فكرة التمثال تقوم على كتلة ضخمة يمثلها تمثال الأنبا أنطونيوس، وأسفله صفان من التماثيل الصفية طول مترين يمثل 3 شخصيات هم الرعيل الأول للرهبنة، وهم أبو مقار أحد تلاميذ الأنبا أنطونيوس ورائد الرهبنة في برية شهيد وادي النترون حاليا، والشخصية الثانية أنبا بخميوس أحد تلاميذ الأنبا أنطونيوس الذي نظم حياة الرهبنة من الرهبنة التوحدية إلى الرهبنة الديرية، والثالث الأنبا أثناسيوس الرسولي أحد تلاميذ الأنبا أنطونيوس وأشهر باباوات الإسكندرية وأشهرهم على الإطلاق. وتابع أما الصف الثاني من التماثيل الصغيرة أسفل التمثال الكبير فهي بطولة متر ونصف تمثل البابا شنودة الثالث راعي الرهبنة في القرن العشرين. ونوه بأن التمثال استغرق نحته وصبه 3 أشهر، واستمد الفنان قيم السيمترية والتكتل والاتزان والرسوخ والصرحية به من النحت المصري القديم مع بعض التأثير من الفن الروماني، حيث العصر الذي كان يعيش فيه الأنبا أنطونيوس في القرن الرابع الميلادي. ويعرف الأنبا أنطونيوس أو يعرف الأنبا أنطونيوس عند جميع كنائس العالم بلقب أنطونيوس الكبير تمييزا له عما سلفه. كل الشكر وكل التقدير مع احترامنا مع قناتكم قناة الملكة والأمير. مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. عام سعيد وكل عام وأنتم بخير مع قناتكم قناة الملكة والأمير بالفيديو: مدرس فيزياء يفعل فعلا شنيعا مع طالب بالدقهلية ويقوم بتجزئته إلى 3 أجزاء. هذا المجرم علمت او علم ان والده ميسور الحال فقرر انه يطلب فدية ويقوم بفعل مشين معاه. شهدت محافظة الدقهلية جريمة بشعة حيث اقدم مدرس فيزياء على الفعل المشين بالطالب بالصف الاول الثانوي، وبحسب تقرير ما وصل الينا من الجرائد الرسمية قام المتهم بتجزئته إلى 3 أجزاء. ومفاجآت صادمة بشأن الفعل المشين مع الطالب إيهاب في قرية الستموني بمحافظة الدقهلية
كشفتها أجهزة الأمن وتوصلت لمرتكب الفعل المشين. القصة بدأت مع طالب الصف الأول الثانوي بعد خروجه لتلقي أحد دروسه، وبعدها تلقت أسرته اتصالا من محمول أو من مجهول يطلب فيه فدية كبيرة، لكن فوجئت الأسرة عقب ذلك بعثوره على الجزء السفلي من جثمان ابنها إيهاب ملقي بجانب أحد المصارف المائية. وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن هوية المجرم، وتبين أنه مدرس فيزياء عمره 26 سنة كان متواجدا في مركز الدروس الذي يتلقى فيه الطالب دروسه. واعترف المدرس الشنيع بقتل الطالب بعدما حصرته الديون ومروره بضيقة مالية، والعلم بأن والد الطالب ميسور الحال، فقرر أن يتخلص ويطلب فدية من أسرته. ونفذ هذه الجريمة بالفعل، وتجزئته في 3 أجزاء وهي النصف السفلي والجزع والرأس، وألقى كل جزء في منطقة بعدها لفوا في شوال من الخيش. وأوضح أنه لم يستكمل الخطة بسبب التواجد الأمني المكثف في القرية، وكان قال والده أنه بعد اختفاء نجله جرى تحرير محضر بتغيبه بعد انقطع الاتصال به عقب خروجه من الدرس. موضحا قامت والدته بالاتصال به أثناء توجهه إلى أحد الدروس الخصوصية واطمأنت عليه وتابع، ثم عاد الاتصال مرة أخرى، فقام أحد الأشخاص المجهولين بالرد وطلب مبلغ 100,000 جنيه فدية مؤكدا احتجازه لنجلها، لكنه كان قد فعل الفعل الشنيع. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مديرية أمن القاهرة اختارا بعثوره عدد من الأهالي على هذا الجثمان في العقد الثاني من عمره، للأسف إلى نصفين داخل شكارة. وبالفحص تبين أن الجثمان لشاب يدعى إيهاب ألف عين، 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الله يرحمه، مبلغ بتغيبه. وجرى العثور على جثمانه بترعته، وكان مقيد اليدين ومشطور إلى نصفين. واستنكر رواد التواصل الاجتماعي هذا الجرم البشع، وكتب أحدهم إنه لابد عليه من الإعدام في ميدان عام، لازم يكون عبرة لمن يعتبره حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك أشد انتقام في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله. كما علق أبو حامد أمال ما ذكرتوش الملعونة مراته صاحبة النقاب والكلب الثالث، جريمة تقشعرها أو تقشعر منها الأبدان، مطلوب محاكمة عاجلة وناجزة والقصاص من هذا الجاني وإعدامه في ميدان عام. رحمنا الله من هذه الأمور السفيهة. كل الشكر وكل التقدير، وأرجو اشتراككم في القناة، قناة الملكة والأمير. انتظر معنا.